هل في أسباب في الرحم تعوق نجاح الحقن المجهري؟ طبعا في أسباب كتيرة، منها ان ممكن تكون الرحم دهوت فيه حاجز، ممكن يكون حجم الرحم صغير، ممكن يكون عنق الرحم بتاع العيانة ضعيف فالعيانة ممكن تسقط بعد كده. كان في عيانة بقالها سنين بتدور على الحمل، ما اكتشفناش ان الرحم بتاعها فيها حاجز قاسم الرحم نصين، الأوضة ضيقة جدا على البيبي، اكتشفناه واحنا بنعمل اشعة تلفزيونية رباعية بالابعاد، شلنا الحاجز ده والعيانة حملت بعد كده بسهولة. على فكرة الأوضة اللي بيقعد فيها البيبي اللي هي الرحم حقيقي ممكن تزود نسبة نجاح الحقن المجهري إذا اكتشفنا السبب وعالجناه.